لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أديك مثال عشان الموضوع يبقى لك واضح جدا. زول بيمشي مسجد، بعد المسجد بعد الصلاة الناس بتصلي، بعد يسلم الإمام والناس تسلم، في السنة في أذكار معينة تقال، في أذكار، في ناس بعد الصلاة بيلزموا الإمام يقوم يشيل لهم شنو؟ الفاتحة. أنت لو دار الآخرة تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل شنو؟ الأذكار. ولو دار الدنيا ورضا الناس تقوم تعمل شنو؟ تشيله تشيله، لكن بتخدها وين؟ عليمك ربك، ربك يعني أنت ما أنت ما بتشيله. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاله، الرسول شاله، بتقدر تكذب عليه؟ ما الكتب ما موجودة، أقرأ كتب السنة، جيب الأحاديث الصحيحة. يا إما أنت واحد من اثنين، يا تقول الرسول عليه الصلاة والسلام شال فاتحة بعد الصلاة، نقول لك وين فيها تكتاب؟ لأنه أنت ما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما لقيناه، لكن جاتنا الدين جانا بالنقل الصحيح. طيب الثابت، أنت وين الكلام ده فيها تكتاب؟ يا إما تنجر من راسك بتخش في الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ شنو؟ مقعده من النار. والي بتخش انت في موضوع تاني بعد ده، فليتبوأ مقعده، يجهز نفسه ويعرف نفسه، بعدين عنده مقعد هناك في النار. في زول بيقدر يقعد في جهنم؟ في زول بيقدر؟ يبقى ما بتقدر تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لو انت مؤمن بحق، بحق. يا اما تقول الرسول ما عمل كذا صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل كذا، ايوه، مش ما عمل، اي عمل شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، تشوفه عمل شنو تسوي زي كلامنا يا جماعة، ما حق جماعة هون بالشنة جساي، يقول لك ديل الدعاء ما بينه، زول بيابا دعاء، وزول ما بيدعو، ده ماشي وين ذاته؟ وزول ما بيرفع يده لي الله، ده ماشي وين ذاته؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء شنو؟ يا الله، لكن أنت تدعو بالنجيضة، أنت ما دار تفتح باب السماء، أنت لو دار تخش عليه رئيس لله المثل الأعلى، ودار تخش عليه رئيس بتجب السايم وجاسفة سايم بتخش، ولا بتستأذن ودار موعد والأمور تكون مهيئة وكذا، حتى أنت خاش أنت بس بتجي بس تمشي القصر طوالي كذي الباب، تفتح الباب، الجماعة بقول لك ثابت، ديل عندهم ثابت ثلاثة مرات، ثاني ما بتسمع لا ثابت لا غير ثابت، تلقى روحك سافرت ما شفتهم، بعدين تجي خاشي زايد تقول لهم أنا خاشي علينا، هم واقفين حرس، أنت بتخش زايد؟ شغل عندها ضوابط، رئيس بتخش عليه بضوابط، الله اللي خلق الكون بتخش زايد؟ تخش زايد ولا في شيء معين أنت بتعمله؟ ما في ناس بيدعوا الله ما بيستجيب لهم، صح ولا ما صح؟ ده معنى كلامي انا عشان ما داولوا حاجتها، ما عارفين الحاضر. بعدين شنو؟ في ناس بيدعوا ما بيصل الدعاء السماء، صح ولا ما صح؟ الدليل في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب، في لفظ ذكره النووي ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. مشى في الحديث قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مش واضحة؟ زول أكله حرام ولبسه حرام وجسمه ذاته نبت بالحرام، ده بيدعو دعاء وبيصل بنص الحديث؟ ما بيصل. يبقى معناه الدعاء اللي بيصل لا عنده درب معين يا جماعه، يبقى انت تتبع النبي عليه الصلاه والسلام، مو جماعه ناس دارين يخشوا جماعه يخشوا، ناس فرد يخشوا، شغله ما هاي مزاج، شغله عندها ضوابط لانه دي عباده. طالما الرسول عليه الصلاه والسلام ما دعا جماعه بعد الصلاه
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم، يعني الدين اكتمل. لو جبت كوباية ومليت عصير للنهاية وجبت حجر رميته، بيحصل شنو؟ بيتكشح ولا الحجر بيكون فوق العصير قاعد؟ ما بتكون عايم. والثلج ذاته تخلي لها محل مسافة بسيطة، تخليها انت بترميها زاد بتكشح لك الشغل. الدين ده يا جماعة اكتمل، برا هذا اللي اكتمل، الدين ده اكتمل، ما في مجال للبدع. تنظير في الدين ده ما بينفع يا أخي. المسألة بتحصل في العرب، بتحصل في العرب. بيجي جبريل عليه السلام من السماء بوحي 600 جناح، بينزل بآية واحدة عشان يفصل في شنو؟ في مسألة. انت بس الدين ده لا جبريل نزل ولا أي شيء، بس بتنظر زاي وبينزلوا ملائكة بالوحي ده، قالوا زاي الدين ده عظيم. عشان كده ابن القيم كتب كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ده ما تتكلم في الدين ده وظننا ما فيها شيء، أظننا ما فيها شيء، أنت بتوقع عن رب العالمين إذا صح التعبير. أنت كأنك بتقول الشغل ده حكم الله، الكلام ده حكم الله سبحانه وتعالى. ما خطير الكلام ده؟ الدين ده عظيم. عشان كده رب العزة والجلال قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الرسول عليه الصلاة والسلام مش أنت وأنا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه شنو؟ الوتين. ده الحبل العرق اللي في القلب ده انقطع بتموت طوالي. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. التهديد ده في شنو؟ ولو تقول علينا، أو البيان ده، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. جاب حاجة قال ده من الدين وهي ما من الدين، قال الله أمرني بها وما أمروا بها. أنت تجي فاتحة شايلنا معاك 80 نفر وما بزول أمرك بها، بس جاذبتها زاي، بس أظننا ما فيها شيء، أظننا بس هاي أظننا زاي ما فيها شيء. يا أخي الكلام ده يا ما خطير. ولذلك نحن بنقول للناس ارجعوا إلى السنة. أبو طرمبة بتاعت البنزين دي، إن جيت بيجا البنزين بتاعك بالشمال جيت باليمين ما بديك، يقول لك تعال بيا غادي استعد لي الصف طويل بطريقتك، تعال بيا خرطو جدا ما بصف بكفي، بيقوم مشكلته معك طويلة. انت بس دين الله ده بس ساي كذا، بس مزاج ساي. الرسل رسلوا لي يا شايف بينوا لك الطريق. فلذلك يا جماعة الناس ترجع على السنة، والله والله الذي لا إله غيره، الناس ترجع على السنة الله بيرفعك يا أخي، بيرفعك يا أخي وبوفقك يا أخي. تفارق السنة دي بتتذلى. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن شانئك هو ألا بتأو في المقابل ورفعنا لك شنو؟ ذكرك.